ماشي كده كلام انطلقت بحياتها الفنية من خلال الرقص ومشاركتها ببطولة الفيديو كليبس قبل دخولها إلى عالم التمثيل عام 2013 بأول مشاركة لها من خلال مسلسل سأعطيك سرا. أما النقل النوعي بحياتها الفنية فكانت من خلال لعبة لدور البطولة يتفضل على المسرح. اهلا وسهلا. تفضل يا دكتور كارول. الشعر مش اختصاص مثل الطب او الهندسه او علوم التكنولوجيا. الشعر هو موهبه تخلق بالانسان وبتكبر شوي شوي لتصير قصير.